حاجات كتير ما بيكونش عندنا فيها فرصة للاختيار. الحياة أحياناً بتجبرنا إن احنا نمشي في طرق معينة لحد ما بتيجي فرصة، فرصة بتخلي الحال يتغير والحياة تبقى أحسن. احنا هنا قدام الفرصة، قدام وحدة مصر الخير والشرباجي للغسيل الكلوي، المكان اللي قرب المسافات واختصر الوقت على كتير من مرضى الفشل الكلوي اللي كان تعب الوصول للعلاج بالنسبة لهم أصعب بكتير من ألم المرض نفسه. قبل وجود وحدة مصر الخير والشرباجي في هذه القرية اللي احنا موجودين فيها، كان المريض بيتكبد عناء السفر لأماكن بعيدة جداً عن مكان إقامته، خصوصاً في القرية والعشر قرى اللي حواليها، وكان ده بيشكل عبء مادي ونفسي وجسدي. ابتدينا في 12/7/17 بـ10 مرضى، انتهينا في ديسمبر 2020 بـ61 مريض. احنا اجمالاً قدمنا حوالي 20228 جلسة. القرب والمواقع الجغرافية، احنا غالباً بنغطي محافظات الصعيد والمناطق الحدودية اكتر. الدعم شكله مختلف، بمعنى ان احنا هنا ما بندورش على دعم محدد، كل مريض بتبقى له كيس معينة خاصة بيه احنا بنحاول نتواصل معه ونشاركه فيها. الدعم ده ممكن يكون عن طريق ان احنا بنزود له حاجات معينة خاصة بالدعم الطبي، بمعنى ضيف على الخدمات دي ان احنا بنعمل له تحاليل دورية شاملة. الحاجة الاهم ان اي عملية جراحية او نقل دم يحتاجه المريض، بتسعى مؤسسة مصر الخير ان هي تقدم له الخدمة دي بدون اي مقابل. الإضافة الثالثة إن إحنا كمان بنصرف الأدوية بشكل مدعم لكل مرضانا بشكل ثابت وفوري على حسب حالته وعلى حسب احتياجه. في حالات بفضل الله تم عمل زرع كلى ليها، وهم 6 حالات من الوحدة، ولولا الخدمة المميزة المقدمة ليهم اللي حافظت على صحتهم أثناء فترة الغسيل كان ممكن عملية الزرع تفشل، وبنشوف حالات كتير فشلت فيها عملية الزرع. أنا وإنت ممكن نتعزم على كوباية شاي، نتخانق على حساب غدا، بس في الخير أو شدة الناس هتلاقي اختياراتنا بقت واحدة، حاجتي هي حاجتك، أهدافك أنا اللي هحققها. ده اللي حصل بين صيدليات الشرباجي ومؤسسة مصر الخير. في كوم حمادة ومن واقع الدور المجتمعي وقبله الإنساني، كان لازم تكون في وحدة للغسيل الكلوي بتخدم على منطقة البحيرة كلها بدل المسافات الطويلة اللي الناس بتمشيها، علشان تتبرع مؤسسة الشرباجي بالمكان وتحط مصر الخير إيدها في بناء وحدة غسيل كلوي بتقدم 8000 خدمة غسيل كلوي سنويا. في كل التجارب اللي بنعيشها بنستنى نشوف نتيجة ونتأكد ان اللي بيحصل مش بس كلام على ورق، دي حقيقة وبتأثر في حياة الناس. معنا دلوقتي عبد الفتاح جبريل، واحد من 6 أشخاص عملوا عملية زراعة كلى بعد ما اطلقوا خدماتهم في مركز مصر الخير والشرباجي للغسيل الكلوي. قول لي انت امتى عرفت ان انت عندك فشل كلوي؟ والله هو كان في جت فتره كده عينيا تعبت مش شايف كويس، رحت اكشف، الدكتور قال لي عينيك سليمه ما فيهاش اي حاجه، روح اكشف عند دكتور بطنه. بعتنا على دكتور بطنه، رحت لدكتور بطنه عمل لي شويه تحاليل، اكتشفت بعدها ان انا عندي فشل كلوي. قبل ما تيجي هنا بقى كنت بتروح فين؟ غسلت قبل كده فين في اماكن تانية؟ انا رحت دمنهور غسلت هناك غسلتين، كان المشوار بياخد مني 1.5 ساعة رايح 1.5 ساعة جاي. الغسله الاولى عدت كويسه، الغسله الثانيه كان دراع ورم وباص خالص يعني. بعد كده عرفت المكان هنا كان طبعا ربع ساعه ما بينه وبين المكان، يعني المكان هنا ذكرياته كلها كويسه معايا الحمد لله. يعني الاجهزه والسرير؟ طبعا انا كنت على فكره بحضر المكنه لنفسي. بجد والله؟ والله يعني كنا اخوات يعني، مش مش واحد مريض جاي يغسل، لا هم اخواتي بيتعاملوا معايا ان انا اخ ليهم يعني. وبصراحه نفسيا كنت ببقى مستريح هنا. امتى جالك الامل ان انت هتخف من الفشل الكلوي؟ والله دي كانت خطوه اخويا اللي خدها من نفسه، وبعد كده جه اتكلم معايا وخد رايي، ايه رايك انا حجزت الزرع في مستشفى غنيم في المنصوره. انا في البدايه كنت رافض طبعا، خوفا من اخوك يتبرع لك بالكليه. يتبرع لي بالكليه، انا كنت رافض خوفا عليه هو. بس بعد كده عرفت ان الموضوع يعني سهل، ما فيش اي مشاكل عليا ولا عليه والحمد لله. ايه الفرق ما بين حياتك دلوقتي وانت
بعد ما خفيت، وكان قبل كده عامله ازاي؟ هو طبعا الاول ما كنتش تحس ان انت عايش، يعني هو عايش خايف تاكل، خايف تشرب، يوم الغسيل ده كله ضايع. طبعا بعد العمليه بتحس ان انت اتولدت من جديد، يعني ربنا اداك حياه جديده خالص، بدايه جديده خالص، والحمد لله يعني. الحمد لله على سلامتك يا عبد الفتاح. الله يسلمك يا استاذ شريف، وانا اتشرفت بيك وشرفت ان احنا باشا. شكرا ليك. الله شكرا ليك جدا. هنا في 64 مواطن بيستفيدوا من خدمه الغسيل الكلوي بواقع 13 جلسه شهريا. الناس دي حلمهم هو نفس حلم عبد الفتاح، نفسهم يصحوا الصبح من غير الم ومشاكل صحيه، نفسهم يومهم يبقى طبيعي من غير جلسه الغسيل اللي بتهد حيلهم بعدها. في ناس هنا مسؤولة انها تحقق احلام الناس دي، من مديرين واطباء وممرضين وعمال نظافة، هدفهم ان صحة المصري دايما تفضل بخير.